طيب انا مش عايز دلوقتي وهكذا. يخلص قبل ما نتكلم على سلسله رؤيه للنشأة، كلمني عنها. هي سلسله النشر هي سلسله ما بين تعاون ما بين وزاره الاوقاف ووزاره الثقافه. وزاره الاوقاف متمثله في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وزاره الثقافه متمثله في الهيئه العامه للكتاب. ودول هي طبعا دي سلسله للاطفال، وفي سلسله للكبار. سلسله الكبار هي تلخيص لكتب علميه كبيره في حاجات مختلفه. دي كده للاطفال. صدر لنا شخصيا كتابين منهم، اللي هو حكايات فردوس وسماحه، والكتاب الثاني اللي هو رحله الى مركز الارض، ودي تعتبر اول روايه يطلعها او تطلعها وزاره الاوقاف بطريقه الكوميكس. الفكره هنا مش في صدور كتابين، طبعا الفكره مركز الارض تاليف جول فيرنز اساسا. طبعا الفكره هنا ان وزاره الاوقاف بتدور على اليات تانيه للخطاب، لاستخدام الخطاب الديني بعيدا عن الميكروفون. لا، بقى فيه اليات تانيه، اللي هي عمل كتب للاطفال، في موقع، في مجله، في سوشيال ميديا بيستخدم. كل دي حاجات برضك بتساعد انك تعمل ده، وان هم يعملوا روايه عالميه في الخيال العلمي. معنى كده ان دعوه للتامل في خلق الله. يعني هنا بقى مفيش نصيحه مباشره او توعيه مباشره، ولكن هنا توعيه بالحق والخير والجمال، وفي الوقت نفسه التفكير في خلق الله. يعني واخد بالك، في سماحه، اللي هي فردوس وسماحه، دي عباره عن 14 سيناريو منفصلين متصلين عن الشخصيتين دول، بيقابلوا كل يوم في الشارع، في العماره، في البيت، في المدرسه، مشكله من المشاكل. الفكره الاساسيه ان الدين سماح، والدين بيقبل كل الاشياء اللي هي مرتبطه بالحق والخير والجمال، ومش بعيد عنها ولا عن كل الاديان السماويه الثلاثه في المطال. هي دي فكره اللي بيطرحها علينا، فكره فردوس وسماحه. فبشكر معالي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، الدكتوره ايناس عبد الدايم وزير الثقافه، على هذا التعاون في الحقيقه اللي بينتج حاجات كده. وطبعا الشكر للدكتور هيثم حاج علي والدكتوره هدى معوض. شكرا. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. ميرسي خالص، نورتنا. لا، شكرا جزيلا.